الا بغيتي تدخل الحبس جيبها مغربيه وديها لاوروبا. فهم مغربيات غادي نقولها لكم بالنسبه لاوروبا غنصوم صح. هذه ديما فيها العضله، غير اللي بغى يجبد على راسو النحل كما كنقولوا وبغى يمشي يقصر شي شويه في الحبس اللي ما عمرو دخل الحبس في حياته. شتي ما عمرك دخلتي الحبس، يعني ما عمرك دخلتي الحبس تعرف شنو هو الحبس. سير تجيب لك مغربي، سير جيب مغربيه والله العظيم لا بلاصه في الحبس مريزيربي. شتي نهار كدير مع القاعد في البلاد عرف بان راه داك الدوسي مشى ديرك للحبس. محمد راه تزوج اليوم غادي يجي عندنا من واحد العامين وجدوا له شي شمره في الحبس. اين فوا كتكتب مع داك القاعد في البلاد كتسيني وكدير ديك اللعيبه شتي اين فوا كديرها كيمشيو داك البصمات ديالك للحبس ديال المدينه فين كنتي. عمر تزوج فاطمه بنت حمو اليوم، المهم وجدوا له الشمبره من هنايا واحد عامين راه غادي يجي عندنا من واحد عامين. هادشي اللي كنعرف عرفو. سير للحبس ديال اوسلو كفر مع المراه سير طبي للحبس. المراه كايناش اما فرنسا خلاص، لا هولندا لا بلجيك، اش باقي الخير؟ ما كاين لا خير لا مريض. هذا خدها معاك، كان داكشي قديم راه تكلمنا عليه. عيالات ريفيات محافظات كتلقى ربات ولادها خدمت الله هي الدار الريفي كاين واحد كيجيب ديال ماما من فم السبع كيجيب الفلوس الكركومه واقفه معاه تيني ما كاينش صباح كيقوم الكلا ديالو كتقول له هاك ديال الخدمه سير خدم سير دير مستقبل. ما دابا تمنك عاد هادشي ما بقاش هادشي صافي. باغي تبقى مرتاح سير اخويا قلب لك على شي مغربيه تماك في اوروبا وتزوج بها. اما باش تقول لي غتجيب مغربيه من المغرب وغديها لاوروبا واحد النسبه مئويه طالعه بزاف غديرها بك، كما داك البلان ديال المغربي غيجيبها وحده مغربيه مثلا مغربيه غتجيب واحد مغربي تقدر يديرها بها تماك، لان بنادم كاين اللي كيدخل لك على الطمع. دابا انت غتجيبها مغربيه مثلا طحتي عليها، دابا انت عندك الجنسيه في اوروبا طحتي على شي مغربيه هنا بقات متبتاك. وهاد الشيء راه قصص طراو الخوت طراو بزاف، بحال واحد القصه ديال ديك الجزائريه اللي كان جابها واحد خونا ما عرفت كان دارت البوز الفيديو ديالها زعما راه مسلمه وقالت زعما راه هادي وكذا راه مديانيه وكذا. طاح عليها واحد الجزائري داها الميريكان من موراها خدات الجنسيه ديالها تقلبات السيده من داك البروفيل ديال المسلمه والتائبه وديك داك البروتوتيب ديال زعما راه فهمتي داك حيت دابا هما دوك الحجابيات كيتبتوا الرجال بالطريقه هذه بالدين. غير مشات الامريكان يتحيد الزيف ولا تعطيها الشطيح وداك الشيء وفي الاخر طلقاته ولا غدخلوا الحبس كما قال، لان غتمشي لاوروبا غيتحلوا لها العينين اصاحبي. دابا نتايا فكر بهذا المنطق، بغيتي تزوجها مغربيه سير اخويا طلع الزماكريه تماك وعندها من وراك. اما باش تقول انت غتجي المغرب شوف يلا ماشي غنديروش قاعده التعميم، لان قد بعض المرات طيح شي بنت الناس. غير هو باش طيح لبنت الناس خصك تكون ناضي، خصك تفهمها واش هي داخله على الطمع ولا لا، وخصك تهضر معاها وتجيب معاها في الهضره وتعرف عائلتها وتعرفها كيفاش هي كتفكر. حنا راه ما غاديش نديرو التعميم، ما نقولش ان كاع اي مغربيه راه كتفكر بهذه الطريقه، ولكن كاينين بزاف اللي داخله عن طمع. وإن فوا كتمشي تماك راه كتحلو على العينين، مثلا كتلقاها تما مزموطه في دار بويها دار بواه زي متيلا كدا هادي كدا 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 باها مزيرة واحد زيارة خيب، وكتلقى السيدة باغا تنفجر وكتولي هي باغا أي واحد يلصق فيه. أما إلا لقاتو في أوروبا خلاص راه هاديك هذاك النوع هو اللي كنهضر عليه في الفيديو اللي دوا فيه السيد، هذاك النوع هو اللي بني غيمشي لأوروبا غيدير لك زليقة. هاد النوع بالضبط اللي كتلقاها باغية كيكون عليه ذاك الضغط ذاك الويل دابا الأب ذاك لابريسيون دايرها عليها الأب ولا بريسون دايرها عليها الام والمغرب وهذا، وكتقول كتحلم باوروبا. راه اون فوا غاتمشي تماك غاتخلط مع دوك الناس غاتخلط مع داك الهيت غاتخلط مع دوك الناس فهمت غاتولي في حالهم غادير لك زلايقه. اما الا ولدتي معاها خلاص يعني ولدتي معاها صافي مشيتي ما عندكش الحق هذاك الحكام انت كراجل مغربي نساه. اوروبا والدول الغربيه راه ما عندهمش القضيه ديال الراجل يحكام وديك اللعيبات، كاين المساواه يا معلم. غتقول زعما انت غتربي ولدك غتمشي غتزير على ولدك كدا، تا والله لا درتيها. نسى هادشي اخي العزيز، نسى هاد العيبات هادي خويا. اللهم باش تطلع مريق وتطلع زوين وتبقى فيك ومرتاح في حياتك، سير اخويا بانت لك شي مغربيه تماك بنت الاصل كدا سير تزوجها تماك، طالعه في اوروبا فاهمه الغلانات عارفه تا مغربي مع تا اوروبيت وداك الميلونج وتا نص البلان غتفاهم معاها. غتقول لي غتجيبها من هنا خويا
تجيبها من هنا صعيب بزاف تادابطا معاك. فهادشي دابا حنا اليوم اللي كنشوفوه راه ولا الخضر بزاف. حنا ما كنبغيوش نديرو بهاد الفيديوهات باش اننا نشروا لا نيجاتيفيتي وهاد البلانيت هادو، ولكن هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. راه حتى كاينين الرجال اللي ما كيسولوش، راه كاين حتى الراجل اللي كيكون طامع في المراه. راه دابا هادشي دابا اللي دويت لكم على البنات راه نطبقوه حتى على الرجال، مش بلاد نقولوا حنا ديما بقاو حنا مأطاكين غلبه. راه حتى العيالات كاين اللي كيديروا بهم الرجال، كيكون شي واحد طايح على شي وحده كيقول لها ميمه ولا شي وحده في الاوروب كيبقى مثبته بالهضره كيبقى طالقه عليها، كتجيبو لاوروبا كيقلب عليها كيطلقها. ودابا راه ولات عند الدراري دابا تلقى تقد تلاقى بشي واحد يقول لك واه نطيحوا على شي زماكريه ولا شي مغربيه عندها وريقات فهمتي نسربيو معاها اللعيبات وداك الشيء، ومن موراها نقول لها ندير لها زلايقه. واحد الملاحظه، راه ما كاينوش قاعده التعميم، راه ماشي كاع المغربيات ما كيسواوش، ماشي كاع المغربيات مستغلات، راه اللي تقرصات تعرف راسها راه في هذا الشيء. حنا راه كاين هاد التيب، راه كاين هاد التيب، كاينه شحال من مغربيه تزوجات بواحد ساكن في اوروبا عنده الوراق ودارتها به، ومشات تزوجات بشي جزائري ولا بشي مغربي اخر وولات كتخونو بالعلالي. راه طلعت لبزاف ديال المغاربه كنقول كيقول الله ما نجيبها شي بنت البلاد وكذا، وهي كتكون ديجا فاهمه السرابس وداك الشيء، وفي الاخر كديرها به. هاد الحوايج كاينين. شنو هو انا الميساج والرساله اللي باغي نوصلها في هذا الفيديو؟ هو انك هذيك الانسانه اللي غادي تعرفها حاول تجيب ودي معاها في الهضره بزاف ديال الوقت. كل ما طولتي في الهضره وكل ما مشيتي معاها، كل ما ديك الفتره ديال الخطوبه طولات، كل ما عرفتي المعدن ديال ديك السيده. الا لقيتيها مزروبه على الزواج فهذيك هي اللي غتحضي معاها. هذيك المزروبه على الزواج امتى غتجي لدارنا؟ امتى يلا عرفتيها الشهر الاول امتى غتجي لدارنا؟ امتى هادي؟ امتى هادي؟ عرفها راه باغي غتزوج بك باش دير الوريقات باش ديها تماك، باش في الاخر تصوفي شي اكس ديالها ولا شي واحد كتبغيه. مشات حيت راه ولات هاد الموضه ديال الخوت على العلم، واحد كتلقى فهمتي طايح مع وحده وكيقول لها سيري طبري على شي واحد عنده الوراق ومن تصوفي راسك صوفيني انا. اقسم بالله الا القصه تطرات، وهاد القصه هادي غنعاود ان شاء الله اليوم بالليل. هادي قصه ديال واحد كان مع وحده وكان داه لاوروبا وكانوا عايشين موت بخير، حتى واحد النهار طلبات الطلاق. اش كتجيب لي شي سبات وداك الشيء، من موراها لقى انها جابت واحد السيد كانت قالت لي راني ساليت معاه ما كنبغي ما والو، جابت لاوروبا وتزوجات بيه ودات لي مشروع على ظهر داك خولا الاولاني. راه كاينين شي حوايج الخوت، راه شوف راه ما ديرش الثقه، هذيك الثقه وديك التبهلاويه وداك الشيء شوف ما ديرش في الاول. راه كاينين عيالات راه بحال هكا، راه خصك تطول معاه، هو الزيت العود ولا الزيت اي زيت تخرجها من داك الزيت وتعرف المعدن ديالها ديك الساعه ملي تستاهل تستاهل، وتخليها في المغرب وتزوج بها وتخليها في المغرب، ما تجيبهاش معاك في الاول، تخليها في المغرب حتى تعرفها على شنو هذا، حتى تعرف نيتها، حتى تعرف كيفاش كتفكر، عاد هذيك الساعه ديها. ومن ديها دير معاها كونطرا وداك الشيء، راه هادشي اللي ولاو كيديروا الناس. باش تفهموا، راه حنا ما كنديروش هاد الفيديوهات باش لا حكا باش نشروا النيجاتيفيتي، ولكن راه هي الحقيقه. راه بزاف ديال البنات مشى ضحايا لهاد العيبات هادو. وكذلك مثال البنات، البنات كاينين ضحيات، البنات هما اللي كيجيبوا مغاربه وكيديروها بهم، كيصاوبوا وريقات هذوك اشباه الرجال اللي كنسميهم حتى حنا، حيت راه كاينين فهاد لو كوتي فهاد لو كوتي. كاينه بنت كتلقاها كتبغي واحد من نيتها وهادي وتكدي ليه وراق وكيمشي يقلب عليها، كيقلب عليها كلها بحال هاد النوع، ربي عمرو كيسهل عليهم. ومول النيه ديما كيربح الخوت، تعرفوا هاد القاعده في الحياه، مول النيه ديما كيربح. هذيك اللي كتلقاها فهمتي فحال هكا وفي هاد التنوزيق ولا داك اللي فيه التنوزيق وداك الشيء وداك، كتلقى واحد فريمون كيبغي وباغي يكون معاه زعما زوين وكذا، في الاخر كيديرها به كيصاوبها في الاخر كيقول ليه الله يعاون، هذاك راه عمرو غيسهل عليه الله. فالخوت شنقول لكم، لا اله الا الله وصافي، الواحد يعرف يختار شريك الحياه ديالو. واوروبا الاخوان، اوروبا حاول تلقى شي مغربيه تماك فهمتي، بعد هذيك الفكره ديال تجيبها من هنايا وديها تماك، لان داك التصادم الثقافات وداك الشيء، الانسان ملي كيمشي تماك يقدر يجي داك الشوك ديال الكولتور، وكيولي كاين شي وحدات ملي كيداك الشوك كتولي هي باغا دير بحالهم، تعرف شي اوروبي تما كتولي ادابتي مع الكاركتير ديالها، دير لك صحاب هاد الرجال تولي تدخل عليك الرجال وانت غتسكت، ما صحاب لك ديك اللعبه ديال اه يقولوا انت رايح، ما كاينش داك الشيء.
البوليس الو يهزوك نتايا، ضربتي ولدك ولا بنتك الو البوليس يهزوك انت، راه ما كاينش داكشي. داكشي علاش حاول تفكر وطريف. فهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتعطيو الاراء ديالكم. الله يعاون.